وأخيرا تم تفعيل الفيس تايم في السعودية واللي كنا ننتظره من 2010، فلو ما تفعل معك الفيس تايم مع أنك أنت محدث إلى آخر إصدار، كل عليك أنك تدخل على الإعدادات وبعدين جنرال أو عام وبعدين أباوت أو حول، ولما تفتح معك الصفحة هذه تنتظر ثواني فراح تظهر لك مثل هذه الرسالة واللي تطلب منك تحديث إعدادات المشغل، فلو ضغطت على أبديت الآن راح يتم التحديث في خلال ثواني، ولو رجعت إلى صفحة حول مرة ثانية فتتأكد أنه أنت على آخر تحديث اللي هو 11.3، وأيضا أنه إعدادات المشغل لو كنت على شبكة STC أن 32.1، وطبعا هذا الرقم يختلف لو كنت على زين أو موبايلي. وبعد تفعيل الفيس تايم للأجهزة المشترى من السعودية، أنا ما أنصح أي أحد أنه يشتري آيفون أو آيباد أو آيبود من خارج السعودية، لأن الضمان في السعودية سنتين، بينما لو اشتريت من أمريكا راح يكون الضمان سنة. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار يا ريت تسألوني على حسابي في سناب. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.